السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة تحقيق شرط من شروط الربح من اليوتيوب، وهو شرط التحقق بخطوتي. لما نفتح القناة بالشكل ده نروح عند إدارة الفيديوهات، تفتح معانا نروح عند تحقيق الربح، طبعا 1000 مشترك، 4000 ساعة مشاهدة، إرشادات المنتدى، عدم وجود إزالة الإرشادات المنتدى. هنا ميزة التحقق بخطوتين، وده أصبح شرط، يعني ما ينفعش تربط وتحقق ربح إلا إذا فعلت هذه الميزة، والميزة دي أنت بتفعلها بنفسك. تضغط هنا تفعيل الميزة الآن. اتأكد الأول إن الإيميل مفتوح موجود، هو نفسه الإيميل على القناة بتاعتك هو اللي مفتوح على الجيميل، نفس الايميل بتاع القناة. نفتح تفعيل الميزة الآن ثم نضغط على متابعة. تفتح معانا الصفحة دي، هنكتب كلمة السر، لو عاوز تعرض كلمة سر تضغط هنا ثم التالي. ننتظر حتى تفتح الصفحة. جاب لنا هنا الصفحة دي اللي هو التليفون المرتبط بالقناة اللي بيدخل بيها دايما، ثم المتابعة. هنا يديك رقم التليفون اللي انت عاوز تضيفه او اي رقم تاني بتكتبه هنا. طيب، ما الطريقة التي تريد الحصول على رمز من خلاله؟ هو هيبعت لك رمز عشان تفاعل رقم التليفون ده، يبعته لك رسالة نصية ولا مكالمة هاتفية؟ طبعا يفضل انك تستخدم رسالة نصية. في هنا استخدام خيار احتياطي اخر، لو ضغطنا عليها في احفظ رموز الاحتياطية تتمكن من دخول لحسابك دائما، اللي هي الرموز الاحتياطية. طيب نرجع مرة تانية. التالي. تفتح معنا هذه الصفحة، استخدام هاتفك كخطوة ثانية لتسجيل الدخول، وبيجيب لك الصفحة دي وتكتب وتضغط على متابعة. هنا بتكتب رقم التليفون اللي انت عاوز تتفاعل به القناة، تكتبه هنا طبعا، لو عاوز تغيره تغيره كده، تختار كما تشاء وتكتب الرقم اللي هنا. ما الطريقة التي تريد الحصول على الرمز من خلاله؟ هو هيبعت لك رمز للتفعيل على الرقم اللي انت هتكتبه. عاوز يبعته لك رسالة نصية ولا مكالمة هاتفية؟ طبعا الافضل رسالة نصية. ارسال، هيبعت لك رسالة نصية على التليفون اللي انت سجلت بيه. بعد ما يبعت لك الرسالة النصية تكتب الرسالة النصية. بعد تكتبها تضغط على كلمة التالي. هل المطلوب تفعيل ميزة التحقق بخطوتين؟ الخطوة الثانية رسالة مطالبة من جوجل تلقائية، خيار احتياطي رسالة صوتية أو نصية. طبعا ستحتفظ بتسجيل دخولك إلى البريد الإلكتروني ده على هذه الأجهزة، ثم تشغيل تفعيل ميزة التحقق بخطوتين. كده اتفعلت ميزة التحقق بخطوتين زي ما انتم شايفين، وحاطين لي علامة صح قدامها، علامة صح قدامها.